15 سنة تمر على وجود سكان حي 5 جويليا بعين مليلة التابعة لأم البواقي في هذه البيوت الفوضوية، بيوت رحلتهم إليها السلطات بصفة مؤقتة، غير أن المؤقت أصبح دائماً. رانا عندنا 15 سنة هنا، هزونا البلدية جابونا حطونا هنا، قالوا لنا اصبروا نسوي لكم الوضعية. من هذاك النهار ليومنا هذا لا جانا لا شاف دايرة ولا والي ولا أي واحد من السلطات. رحنا ليهم قال لك روحوا اسكنوا ثم حتى نجيكم، تنجيكم من البلدية السابقة. كاينين دوك فاتوا ثلاث بلديات ولا أربعة، البلدية السابقة هما اللي جاو حطونا هنا. كي جينا هنا لقيناهم راك تشوف الحالة تاعهم، علم بهم ربي واك شفتهم. سكان الحي حاولوا مرارا نقل انشغالاتهم الى رئيس المجلس الشعبي البلدي ووالي ولاية ام البواقي، ولكن لا حياة لمن تنادي. كاينه دار، كاينه وضعيه ما كانش فيها الماء والغاز والتريسيتي، يسكتوا الماء والغاز والتريسيتي ما كانش منها. انا حق قسما يجي فرود يجيب لك قرعه تاع الغاز يقول لك 100 150 160 يجيب لك قرعه تاع غاز، خاصه كي تزيد تصب النور واحد تشوف الحاله تاعنا وتشوف حالتنا كيفاه. رحنا للمير هضرنا معاه ما درناش قصة، رحنا الوالي ثاني كيف، رحنا الشيف دايرة ثاني كيف. السكان طلبوا السلطات بالتدخل ووضع حد لمعاناتهم. يجيو يديروا لنا حل، رانا في قداهنا عائلة بولادنا، الكبير فينا في عمره 60 سنة 65، كل واحد وش يغني علينا. تمدت لا ليست الأولى نورمال، احنا درنا زايد 88 دا. كما هذا عمي رشيد انا ما نهضرش عليا، انا ها هو عمي رشيد قدا في عمره الدوسي تاعو من عمري انا، هو الكبير فوق الكبير ربي في الحومه هذه. هاي معلي كيف 88 يدي وحنا ما نديوش على واه، اخويا يجيو يدرسونا لقاوني نستاهل ندي ما نستاهلش اخويا ما يعطيوناش. فهل المسؤول القابع وراء كرسي السلطه يستطيع تقاسم المعاناه مع مواطن بسيط يتجرع من كاس مراره الظروف المعيشيه دون ذنب؟